للصلاة أربعة عشر ركنا لا تصح إلا بها فلا تسقط عمدا ولا سهوا وهي القيام في الفرض على القادر لقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين صل قائمة فإن لم تستطع فقاعدة فإن لم تستطع فعلى جنب أما صلاة النافلة فإن القيام فيها سنة وليس ركنا لكن ورد في السنة ان صلاه القاعد على النصف من صلاه القائم تكبيره الاحرام في اولها وهي قول الله اكبر عند افتتاح الصلاه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته اذا قمت الى الصلاه فكبر ولقوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم فلا تنعقد الصلاه بدون التكبير قراءة الفاتحة في كل ركعة لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب". الركوع في كل ركعة لقوله صلى الله عليه وسلم: "في حديث المسيء صلاته: ثم اركع حتى تطمئن راكعا". الرفع من الركوع الاعتدال من الركوع قائما لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم ارفع حتى تعدل قائما السجود لقوله صلى الله عليه وسلم ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ويكون السجود في كل ركعه مرتين على الاعضاء السبعه المذكوره في قوله صلى الله عليه وسلم امرت ان اسجد على سبعه اعظم الجبهه واشار بيده الى انفه واليدين والركبتين واطراف القدمين الرفع من السجود الجلوس بين السجدتين لقوله صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تطمئن جالسا الجلوس للتشهد الاخير لانه صلى الله عليه وسلم فعله جالسا وداوم عليه التشهد الاخير لامر النبي صلى الله عليه وسلم به التسليمتان لقوله صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم فيقول عن يمينه السلام عليكم ورحمه الله وعن يساره السلام عليكم ورحمه الله الطمانينه في جميع الاركان وهي السكون وتكون بقدر الذكر الواجب في كل ركن لامره صلى الله عليه وسلم بها المسيء في صلاته في جميع الاركان ترتيب الاركان على ما تقدم لان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها مرتبه وقال صلوا كما رايتموني اصلي